تم افتتاح مطعم القصوى اليوم يوم الجمعة، يوم مبارك، يوم فضيل، يوم فيه تستجاب الدعوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركات وينعم الخير والبركة ورزق الواسع الحلال على أهل أصحابها، ويبارك المكان ويبارك أهل المكان. إن شاء الله تعالى ما ندعاها يتم فيها جميعها دنهاك ومديرك وقتها يوم عصر كباركة اور بھائیوں کی کوشش اور آپ کی سب کی خوش آمدید کرتے ہوئے انشاءاللہ ہماری مقصد یہ ہے کہ دعا برکت کی ہو جائے اور حلال روزی روٹی میں اور خیر و برکت میں ہماری امت اور ملت اور ہمارے جو بھی ذمہ داران الحمدللہ امت کے لیتے چلتے ہیں الحمدللہ ان کی وجود بھی ان کا رہنا بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی خوشی کا باعث ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ وقت دیے بغیر بس دعا سے انشاءاللہ اس مجلس کو اختتام کرتے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالی اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرارنا. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم بارك لهم في رزقهم ووسع لهم في دارهم. اللهم يسر لهم الخير والبركات واحفظهم من كل الشرور والحسود. اللهم احفظهم من اعين العائنين وحسد الحاسدين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك منك لا نبغي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم كما رحمتك في السماء فأنزل علينا رحمة برحماتك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وفك أسرنا. اللهم وسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا ويسر لهم امورهم. اللهم فرج عنهم كروبهم. اللهم اصرف عنهم الشر ويسر لهم الخير. اللهم بارك لهم في هذا المكان وفي غيره. اللهم وارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم الإخلاص في القول والعمل وسددهم ووفقهم وانصرهم على من يبغي عليهم. اللهم أنت ربنا ورب المستضعفين. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك اللهم من سوء خاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.